بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم. بنتكلم بقى المره دي، احنا زورنا الفيديو اللي فات زورنا، عشان ما طولوش عليكم، زورنا المبيدات. النهارده بنزور الاسمده في نفس المخزن برضو. ده ايه ده؟ سلفات الامونيا طبعا، نيتروجين هو 21 والكبريت 24، وده طبعا قلنا بنضيفه في السماد الاساس مع الماده العضويه نخلطه، او بنضيفه في الاعمار الاولى في النبات، ولكن في فصل الشتاء، لان النيتروجين اللي هو على هيئه امونيا يا جماعه النبات ما بيحبهوش، او بيحصل للنبات مشاكل في درجه الحراره العاليه، وعشان كده بيستجيب له النبات في وجود درجة الحرارة المنخفضة، يعني في الشتاء، يعني نضيفه في الشتاء تمام، أو تضيفه في المراحل الأولى في حياة النبات مع المادة العضوية تمام. ده يا جماعة البوريك أسيد أو حمض البوريك، هون ده البوريك أسيد أهو H3BO3 تمام. ده حمض البوريك أسيد، ده بنضيفه طبعا كمصدر للبورون 99%، ولكن بيكون طبعا اتكلمنا عنه قبل كده تمام. يارا ونطرات البوتاسيوم المحترمة جدا، نطرات البوتاسيوم طبعا عشان ما تحصلناش مشاكل نقص الكالسيوم، فبنضطر نضيفها كل 10 أيام ما بعد النبات ما بيبقى كويس كده ويتحسن. ممكن نضيفها من بعد 20 يوم الأولى كل أسبوع مرة، معدل 10 كيلو زي ما تحب، وزي ما تكلمنا في الفيديوهات قبل كده. التنظيم يا جماعة أهم حاجة في المشي، في التنظيم أهم حاجة بالنسبة للمخزن بتاعك، بحيث تبقى الحياة كويسة كده. بنشوف بعد كده 2020، وده شركة يارا، ده شركة يارا 2020، ده مركب كويس جدا طبعا معروف عنه، ولكنه يمكن غالي شوية، بيتجاوز سعره 200 ريال في المملكة، يعني ما يعادل 50 دولار في 25 كيلو تمام. بعد كده اليوريا 46، دي برضو بتكون موجودة عندنا. أنا مش من محبين بصراحة اليوريا ولا بستخدمها، ولكن في حاجات بتنذر لك لازم تستخدمها، زي ما قلت في فيديو قبل كده، وطالع طبعا هجوم كتير عليا إن لازم اليوريا، طالما النبات وقف منك قبل الشتاء في الخيار المفروض تحط لك جرعتين أو ثلاثة بمعدل 0.5 جرام للنبات، ولكن الناس يعني كل واحد بيغني على ليلة، فاحنا بنقول المعلومة ولا نرتجي منها إلا وجه الله، واللي عايز ينفذ ينفذ، واللي ما عايز ينفذ دي هذا حمض فسفوريك، فسفوريك أسيد، ده ممتاز جدا. هيوميك أسيد، هيوميك أسيد، ده هيوميك أسيد ألماني أهوت، ده برضو من الحاجات اللي احنا بنستخدمها في فترة النمو الخضري. بعد كده بنروح للمغذيات الورقية، وده طبعا اتكلمنا عليه قبل كده. الأجروليف باور دي الشركة محترمة جدا، مجر تقريبا أو بلجيكا أو المجر مش فاكر والله. ده مركب طبعا 2020، ده اللي هو متوازن، ده 2020، ده أجروليف برضو هو ده 2020، ده هاي بوتاسيوم، هذه هاي بوتاسيوم ماشي، ده بنستخدمه برضو رش ورقي في ما بعد فترة التزهير على طول عشان التحجيم عندي يكون كويس. ده عالي الفوسفور، ده بنستخدمه قبل فترة التزهير وفي خلال فترة التزهير، وبنستخدمه لو أنا عندي النبات فيه مشكلة بالنسبة لعملية يكون النبات غض كده، أو يكون عصيري بسبب زيادة الأزوت، فبندخل بمركب الفوسفور دهوت عشان عالي الفوسفور دهوت، فبالتالي اللي هو 12-52-5، بحيث إن هو بيظبط لي الدنيا عندي في الورق، وبيخشن للورقة، وخصوصا في النبات الخيار في الشتاء بالذات عشان الغضاضة بتاعت الورقة، ويبقى مقاوم للأمراض شوية، فبنرش المركبات دي. ده المركب اليوريا فوسفايد طبعا شايفين له 18-44-0 تمام. ده طبعا بنستخدمه في المراحل الأولى برضو في حياة النبات، بحيث ان هو بيبقى فيه أزوت عالي، ومع ذلك برضو الفوسفور بيكون عالي، فبيساعد لي في النمو بتاع النبات في الأول مع التجزير الكويس فيه. ده بيتموس، التربة بنستخدمها على طول طبعا، ده راوند أب طبعا معروف بتاع النجيلة تمام. ده هيوميك أسيد بس محبب يا جماعة، ده لسه منزلينه، هيوميك أسيد بس محبب أهون، ده لسه منزلينه، ده بيتضاف مع المادة العضوية، لسه منزلينه جديد، رخيص شوية بس كويس يعني.
سلفات المغنيسيوم طبعا دي مهمة جدا للنبات لأن تدخل في تكوين الكلوروفيل وعنصر ضروري بالنسبة للنبات. أهلا وسهلا بنطرات البوتاسيوم شركة يارا برضو نطرات البوتاسيوم اللي هي 13045 تمام، في أزوت وفيه عباء وفيه أزوت وفيه بوتاسيوم طبعا عالي على صورة ميسرة جدا، وطبعا ده أقوى مركبات البوتاسيوم من حيث احتوائها على كميات البوتاسيوم العالية وكمان بالنسبة ل الصورة بتاعة البوتاسيوم نفسه متركب في صورة نطرات البوتاسيوم اللي هي بتكون جاهزة للامتصاص بواسطة النبات دون الدخول في مشاكل كتير بالنسبة للتحولات بتاعة العناصر في التربة. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.